مرحبا، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. وهنا راح نطلع، راح نروح المطعم الدرويش، ومن هناك نروح لشارع رضيعي. حبيت اشارك فيديو اليوم وياكم. هنا أنا أخذنا فرع بشارع الربيعي وفدنا من مول دريم سيتي، وهسه راح نروح لبغداد جديدة للمطعم. خليكم وياي لنهاية الفيديو وإن شاء الله تستمتعون. طبعا خليك في دينار.
وصلنا للمطعم وراح يجيبونا المنيو على مود نروح نطلب. بالبداية يحضرون المقبلات ويجيبون المي، يبون المقبلات والمي والشوربة. بعدها مواصل الأكل، أنا طلبنا دجاج نص وياها تمة وضيو تريزو وسلطة سيزر، عما طلب له وياها فاصوليا تشريب. إنه مسوين هذا الرزو وهذا الدجاج. هسه وصلت السلطة السيزر. لانا صار الحساب مالتنا 27، طلبنا سلطة سيزر وطبق ريزو ونص دجاجة على التمين ب15، والطبق ريزو ب8، والسلطة ب4، صار 27. يعني الاكل ويا المقبلات ويا الماي ويا الشاي ويا الكل. انا ورا الاكل طلبنا الشاي الجبوب القوري مالته ويا شكر، ويعني واحد يقتل نفسه بنفسه. أنا ومحمد لأن الأطفال ما يشربون شاي. ماني شرب. أنت شنو؟ أشرب شاي. قابل بس مايا راح تخالط تجيب لها علاج مال السكر، ومحمد انفلونزا كلش بلا عيمه فراح يجيب لها علاج ان شاء الله يجي، وبعد ندخل للمجمع. وهنا ورا ما رجعنا فرنا كل الصيدليات طبعا ما لقيت الدواء مالتها، وهنا جينا لهذه الصيدليه ارض الرياحين لقيت قسم من الادويه مالتها، ما لقيت الباقيات، ولهنا راح نرجع ومع ألف سلامة.